اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومرضا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم متعنا بسمعنا وأبصارنا واجعلهما الوارث منا. اللهم انصرنا على من ظلمنا وخذ منه بثأرنا. اهلا بحضراتكم مره تانية. النهارده الحقيقه اليوم فبنصبح عليك له صبغه ثقافيه بعض الشيء، والكلمه والشعر والابتهالات الدينيه الفارس لهذا اليوم. لقائنا الاول هيكون مباراه الحقيقه، لكن مباراه من نوع خاص ما بين الكلمه والشعر الوطني الخالص الصادق، وكمان حب اخر وعشق آخر وهو عشق الله سبحانه وتعالى، ومجموعة من الابتهالات الدينية. هيكون معانا الشاعر مصطفى عبد المنعم والمبتهل الشيخ فاروق زين العابدين، وهنستمتع بأجمل الكلمات والأشعار والألحان والابتهالات الدينية في هذا اللقاء. أما لقائنا التالي فزي ما قلت لحضراتكم، يعني رمضان وأيام ولياليه بيكون فيها نشاطات مختلفة من أهم الهيئات اللي بتقدم نشاطات مهمة والجمهور بيقبل عليها بشكل كبير في شهر رمضان، هيئة قصور الثقافة. هيكون معانا الأستاذ عبدالله أبو ساعدة رئيس نادي الأدب بقصر ثقافة السلام. هنشوف إيه اللي بيقدمه قصر ثقافة السلام في أيام وليالي شهر رمضان وخصوصا نادي الأدب. دي فقراتنا على الهواء مباشرة. عندنا فقرة الأخبار اللي بنبدأ بيها و نستعرض أهم العناوين في الصحافة المصرية الصادرة صباح اليوم بالإضافة للتقارير الخارجية. فاصل وهنرجع لكم بالأخبار، خليكم دايما معنا وبنصبح عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك كابتن مصطفى أبو الخير مدرب لياقة بدنية وكمال أجسام، معنا كابتن مؤمن. النهاردة إن شاء الله مع بعض يا جماعة هنكمل بقية كلامنا في حلقاتنا الشهر الكريم شهر رمضان عن أهم الوجبات اللي احنا بناكلها، طريقة الأكل سواء في السحور أو الفطار زي ما قلنا قبل كده، وأهم حاجة اللي هو العنصر الأساسي لينا كلنا اللي هو عنصر المية. المية يا جماعة مهمة لينا كلنا، عشان هي تقريبا النسبة الأكبر من الجسم أو نسبة الدم المتكونة 90% أو أكتر تقريبا في الجسم بتبقى متكونة من المية. السوائل مهمة جدا عشان ما حصلناش جفاف، لان احنا بيبقى وقت طويل قوي صايمين مفيش سوائل بتنزل للجسم. مهم ان انا اقلل نسبة السكريات، اقلل نسبة الملح، عشان ما بقاش على مدار اليوم عندي مشكلة واحتياجي دايما للماء او حاسس بعطش. النهارده معانا كابتن مؤمن هنشتغل على عضلة كبيرة وعضلة مهمة جدا اللي هي عضلة الظهر او عضلة المجنس، وبرده هنستخدم معانا الاستك بتاعنا. هنبدا كابتن، بنثبت الاستك في اي مكان ثابت قصادنا او عن طريق بيبقى ليه جزء بيتثبت ورا الباب بالشكل ده. هبدا على عضله المجنس، بطلع رجله قدام ورجله ورا وببدا اشتغل فردي على ايد واحده بالشكل ده. الظهر يبقى مستقيم ومفرود والقطنيه مفروده، وانا شغال اراعي ان انا اخد حركه كامله او مدى حركي كامل، ابدا من اول نقطه واروح انهي لاخر نقطه. مهم جدا يا جماعه في تمرين الظهر بتاعنا ان انا وانا شغال بشتغل عدات مش اقل من 10 ل 12 تكرار، لان عضله كبيره فمحتاجه تكرار عالي. الوزن زي ما اتفقنا احنا جبنا الاست بتاعنا المقاومته اكبر عشان العضله عضله كبيره ومحتاجه شغل، وببدا اخد مدى حركي كامل. التمرين الظهر المهم فيه الرجوع مش الطلوع، الطلوع انا بطلع مسافه مناسبه او مسافه كافيه، لكن الرجوع برجع للاخر اعمل استرتش لعضله الظهر زي ما الكابتن شغال. تمام، هبدا تجميع على الدراعين مع بعض عضله الظهر من ناحيتين بنفس الشكل كده. افرد ظهري دي اهم حاجه، مظبوط، مهم جدا الظهر يبقى مستقيم مع القطنيه واقف وضع الرجل مرتاح بالشكل ده، ولازم اعمل استرتش وارجع حركه كامله للاخر. تمام، لان انا بعمل اطاله فبفيد العضله واديها اكبر مساحه ليها. خلصنا العشر عدات بتوعنا، بغير وضع الايد، ده بيجيب لي زاويه ثانيه اعرض المجنس. تمام، بيشغل معاه جزء من عضله الداليه او ايه عضله الكتف، العضله الخلفيه للكتف اللي هي الجزء ده. مع بعض جبنا الست عدات، اول 12 عده زي ما اتفقنا احنا قلنا هنزود العدد شويه في عضلات الظهر. خلصناهم، هنفك الاستك بتاعنا ونبدا نعمل تمرين حر وانا واقف بشتغل على القطنيه. احنا بنضيق الاستك لاضيق مسافه
بقف اقرب نقطه منه، تمام، يبقى الركبه متنيه والقبضه عدله، وببدا اطلع وانا تاني ركبه، افرد ركبه فوق اشد القطنيه لورا وارجع تاني، وانا نازل بطن الركبه عشان ما اشغلش خلفيه الرجلين بنفس الشكل. يلا مع بعض اسرع شويه، عده اتنين مظبوط تمام، ثلاثه. لو انا حاسس بشد ان الاستك قريب شويه ممكن افتح المسافه بتاعته او اوسع شويه الاستك، لو انا حاسس ان التمرين مرهق، لو سهل معايا خلاص يبقى الافضل ان انا بضيق اكبر مسافه عشان يبقى في شد او لود على منطقه القطنيه وعضله الظهر. زي ما اتفقنا ان احنا النهارده اشتغلنا مع بعض على عضله الظهر باقل امكانيات بالماتيريال بتاعتنا او الاداه بتاعتنا اللي هي الاستك بتاعنا، وده بنجيبه مقاومه اعلى شويه من التاني عشان احنا شغالين مع بعض. عضلة الدراع بتبقى عضلة أصغر فبناخد حاجة أخف، عضلة الظهر عضلة كبيرة ومساحتها كبيرة فمحتاجة أستك أكبر شوية، وإن شاء الله النهاردة مع بعض يا جماعة نكون استفدنا ووصلنا لكم معلومة جديدة، ورمضان كريم عليك وعلينا، وبنصبح عليك. تابعنا مع حضراتكم فقرة الأخبار والرياضة بنبدأ بيها يومنا، ووصلنا للأخبار، أخبار الأحد 19 مايو 2019، وبنبدأ بهذا العنوان: الملك سلمان يدعو الرئيس السيسي لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي بمكة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن السفير السعودي نقل إلى الرئيس تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، كما سلمه الدعوة الموجهة من الملك للمشاركة في الدورة 14 لمنظمة التعاون الإسلامية على مستوى القمة والمقرر عقدها نهاية شهر مايو الجاري بمكة المكرمة. بنروح مع حضراتكم لهذا العنوان: والرئيس يبحث مع مدبولي والجزار الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة والصرف الصحي. السيسي يوجه بالانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة ومعايير الجودة المتعاقد عليها. هذا العنوان من اليوم السابع، والتفاصيل: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل على الانتهاء من مشروعات الإسكان والمرافق وفق الجداول الزمنية المقررة ومعايير الجودة التي تم التعاقد عليها، على أن تكون تلك المشروعات بمثابة قيمة مضافة لعملية التنمية في مصر، وعلى نحو يساهم في توفير خدمات متميزة للمواطنين. ما زلنا مع كل مشاهدينا من جريدة اليوم السابع، والرئيس يستعرض جهود الأوقاف ويوجه بتطوير مشروع صكوك الأضاحي. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض جهود الوزارة في مجال الدعوة والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة. شهد الاجتماع عرض أنشطة وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، ومنها مشروع صكوك الأضاحي الذي يتم تنفيذه لصالح الأسر الأولى بالرعاية في ضوء الضوابط الشرعية للأضحية، فضلا عن جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي التابعة للأوقاف لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لها. أننتقل مع حضراتكم لعنوان جريدة الأهرام ومدبولي الانتهاء من استاد القاهرة في المدة المحددة. شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال تطوير استاد القاهرة بأعلى كفاءة وفي التوقيتات الزمنية المحددة ليكون واجهة حضارية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستقام في مصر يونيو المقبل. وأشار خلال تفقده لأعمال تطوير الاستاد يرافقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى أن ما تشهده مصر حاليا من تطور وتنمية في مختلف المجالات تشهد به كل دول العالم. من جريدة الأهرام أيضا: الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة التحديات، النقد الدولي: مصر تسير في الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي، والبنك المركزي نجح في تخفيض التضخم وهيكلة الدعم لصالح الفئات الأولى بالرعاية. أكدت بعثة صندوق النقد الدولي أن مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وإحداث تعافي في النمو وتحسين مناخ الأعمال، حيث تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2%
في موازنة 2016-2017 إلى 5.3% 2017-2018، وانخفضت البطالة من 12% إلى أقل من 9%، وتقلص عجز الحساب الجاري من 5.6% من إجمالي الناتج المحلي إلى 2.4%. أشارت البعثة برئاسة سوبير لال التي أنهت مع مصر الإجراءات الخاصة بالمراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في ظل تسهيل الصندوق الممدد بإجمالي قرض قيمته 12 مليار دولار، وذلك بعد أسبوعين من زيارتها لمصر. ما زلنا مع كل حضراتكم وعناوين جريدة الأهرام. والكهرباء بتطلق برنامج القراءات الموحد لضبط الفواتير. تجري حاليا وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التجارب الأخيرة لإطلاق برنامج القراءات الموحد للعدادات القديمة بهدف القضاء على أخطاء الفواتير التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وتحقيق الدقة في القراءات ومنع التدخل البشري. طوارئ بالجيزة لامتحانات أولى ثانوي، هذا العنوان وتفاصيله من الأهرام. أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تشكيل غرفة عمليات وطوارئ بديوان عام المحافظة لمتابعة انتظام امتحانات الصف الأول الثانوي، وتتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم لسرعة التدخل لحل أي مشكلات والتعامل الفوري معها. طبعا بنتمنى كل التوفيق لأبنائنا الطلاب النهاردة بيمتحنوا في أولى ثانوي، وإن شاء الله تكون تجربة التابلت هذه المرة ناجحة. بنعود لليوم السابع، وقرب الانتهاء من أعمال تطوير متحف شرم الشيخ ويضم 1200 قطعة لحظة افتتاحه. أوشك قطاع المشروعات برئاسة المهندس وعد أبو العلا من الانتهاء من أعمال تطوير متحف شرم الشيخ المتوقف تطويره منذ عام 2011. وقال المهندس أبو العلا إن حلم افتتاح متحف شرم الشيخ اقترب، حيث يتم العمل بشكل منتظم لسرعة الانتهاء من جميع الأعمال تمهيدا لافتتاحه في الوقت المحدد خلال فصل الصيف. من شرم الشيخ للفنون الشعبية وعرض للعرائس وفقرات غنائية في متحف الطفل. يواصل مركز الطفل للحضارة والإبداع متحف الأطفال احتفالاته بشهر رمضان المبارك، حيث تتم الفعاليات بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة. تشمل الاحتفالات فقرات فنية مبهرة تعكس التراث المصري الأصيل بكل موروثاته، وتشمل أيضا الفعاليات فقرات مخصصة للأطفال تضم عرض العرائس والمسابقات والفقرات الغنائية. آخر الأخبار اللي معانا النهاردة هنستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس والأرصاد. اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، ودرجة الحرارة بالقاهرة 31 درجة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة العظمى 31 درجة، الصغرى 20 درجة، الإسكندرية 27-15، مطروح 28-18، سوهاج 37-20، قنا 38-21، وأسوان العظمى 39 والصغرى 23. بانتهاء استعراضنا لأحوال الطقس بنكون وصلنا لختام استعراضنا للأخبار صباح اليوم الأحد. هنخرج مع كل مشاهدينا لهذا الفاصل، وهنعود من بعده لضيوفنا الشاعر مصطفى عبد المنعم و طيب قصور الثقافة. هنبدأ مع حضراتكم بلقائنا على الهواء مع الأستاذ عبد الله أبو سعد رئيس نادي الأدب بقصر ثقافة السلام. حقيقة زي ما قلت إن فقراتنا النهاردة كلها لها طابع ثقافي ومرتبط بشهر رمضان المعظم، والكلمة هي الفارس في خلال هذه اللقاءات. الفاصل هنتابعه مع حضراتكم، وبعد كده إن شاء الله الأستاذ عبد الله أبو سعد هيكون معانا. قصور الثقافة
هي إحدى المؤسسات الثقافية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية، وتعد منفذ ثقافي وفكري للمصريين من خلال إقامة العديد من الفعاليات المختلفة. وزارة الثقافة بتقدم الخناء، بتقدم استعراضات، بتقدم رقصات التنيورة، بتقدم حاجات جميلة جدا. طبعا بعد الأسرة ما بتخرج طبعا بتبقى حاجة جميلة جدا، بيروح مكان مضمون جدا. أهم شيء إن احنا بنستمتع بالتنورة، بنستمتع بالغناء، بنستمتع بالموسيقى الجميلة. استعراضات ورقص وأغاني، حاجات بتقوم رمضان يعني، الصراحة بنحس برمضان فيها. يعني دي الحاجات الوحيدة اللي بتيجي في رمضان حلوة تقريبا. في أنشطة دينية، في أنشطة تنورة، في أنشطة ثقافية، في ندوات، في رسم، في مشغولات شادوية. جميع الأنشطة بتبقى موجودة في كسور الثقافة دي، بتربط جميع الأسر وبتعمل خلق مجتمعي في هذه الكسور الثقافية، وبتنمي المهارات وبتخلي في جو رمضاني. أعلنت وزارة الثقافة عن خطة الفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على الهوية وتبرز دور الإبداع في بناء الإنسان وتنمية الوعي، وتشمل أنشطة متنوعة يتم تنفيذها في مختلف محافظات مصر. تنمي المواهب وتشجع الأسرة المصرية لأنها بتزود العروض في الأماكن الترفيهية، وبتشجع الأسرة المصرية إن بعد الفطار بتنزل بتقضي ليلة جميلة. وزارة الثقافة لها دور كبير جدا في إحياء ليالي رمضان، هي بتقدم لنا برامج وبتقدم لنا حفلات، بتقدم لنا معارض، يعني لها دور في إحياء الثقافة في ليالي رمضان وعلى جميع الأعمار، سواء أطفال سواء شباب سواء ناس كبيرة. الثقافة لها دور كبير جدا في تنمية المواهب للشباب والأعمار الصغيرة والناس الكبيرة. وليالي لنجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، وأيضا معارض للفنون التشكيلية والخط العربي والحرف التقليدية وعرض الليلة الكبيرة، هذا إلى جانب أمسيات شعرية. كما يقام عدد من العروض الفنية والثقافية بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة المختلفة. بنصبح على كل مشاهدينا، وأول لقاءاتنا على الهواء مباشرة هنتكلم فيها عن واحدة من الهيئات العظيمة والعريقة في بلدنا والتابعة لوزارة الثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة. طبعا شغل الهيئة العامة لقصور الثقافة بيكون طوال العام، لكن بيبرز وبتتعاظم أهدافه ونتائجه خلال شهر رمضان المعظم من خلال أيام وليالي هذا الشهر والفعاليات اللي بتنظمها قصور الثقافة المعنية في المقام الأول بنشر الثقافة والفنون والأدب بكل تفاصيله، وخبرات كبيرة بيتم التواصل معها ومع رواد قصور الثقافة خلال هذا الشهر. احنا معنيين النهاردة بالحديث تحديدا عن الأدب من خلال نادي الأدب في قصر ثقافة السلام، ورئيس نادي الأدب هذا القصر الأديب والقاص أستاذ عبد الله أبو سعدة الإسناوي اللي بيشرفنا في هذا اللقاء. يعني بيسعدنا أن حضرتك تكون معانا الأديب والقاص. ده شرف لي وكم طيبين وكل مصر طيبين. أهلا وسهلا بحضرتك. عايز أبدأ معاك بنادي القصة في قصر ثقافة السلام وحكاية هذا النادي وأهدافه وأهم ما يقدمه من خدمات ثقافية لرواد قصر ثقافة السلام. والله مبدئيا كل سنة طيبين. لو حابين نتكلم عن قصر ثقافة السلام هنتكلم مبدئيا نرجع الفضل إلى أهله وإلى أصحابه. هذكر هنا دكتور أحمد عوض، خطته الواضحة انتشار الأماكن. يعني دكتور أحمد عوض طبعا رئيس هيئة قصور الثقافة. نعم رئيس الهيئة. أنا برجع الفضل لأصحابه. نعم. وضع خطة للتوسع في الأماكن والأنشطة وتكثيف الأنشطة، حتى في مقترح مقدم
ان احنا بنحاول بقدر الامكان جميع قصور الثقافه التابعه للهيئه بتشارك في انشطه كنوع، مش عايز اقول ترفيهيه، كنوع من الترويح على العاملين بالمشروعات القوميه الكبيره المقامه. نعم. زي العاصمه الاداريه، زي المشروعات اللي احنا فيها بنشوفها كنوع من تفعيل للقوى الناعمه. صحيح. اللي كانت مهمله فتره كبيره. صحيح. يعني الفضل بيرجع له ان هو بدا يحيي. نعم. هذه القوه. نعم. فبدانا بالنسبه لنادي ادب السلام، هتكلم بالفرع اللي انا مختص بيه كنادي الادب والنواحي الادبيه، بنرعى البراعم الصغرى اللي هو المواهب الجديده، بنحاول نعمل انشطه ورش بنناقش اعمالهم، بحاول قدر الامكان بستضيف بعض اصحاب الخبره ان احنا بقدر الامكان ان احنا نستفيد منهم ونستفيد منها النشئ. استاذ عبد الله ابو سعده، هل انتوا اللي بتبحثوا عن المواهب دي ولا هم اللي بيتقدموا ويعني انتوا بتقيموا، بيكون دوركم تقييم هذه المواهب؟ لا، هو المفترض ان احنا العاملين بالقصر بيقوموا بعمليه الترويج للمكان نفسه، بيقولوا في الاهل المنطقه الحي اللي احنا تابعين ليه كويس. بيقولوا ان هنا في قصر ثقافه، بيجوا الناشئ الجديد او الاديب اي مكان ناشئ او كبير في السن. يعني ما فيش سن؟ لا، ما عنديش سن انا. اللي بيبدا تجربته الجديده بيعتبره بالنسبه لي مبدع جديد. تمام. فبنبدا نكثفه، ان ما كانش فينا القدره كي لا يكون الامر مقصور علينا بستضيف له بعض الخبرات من بره زي ادباء كبار مثلا، بحاول بقدر الامكان من خلال ابداعهم بيقارن وبيناقش. اعتقد الندوات دي يا استاذ عبد الله بتكون ليها اهميه كبيره جدا في مساله نقل التجارب ونقل الخبره. ده اساسي كنوع من التواصل. الجداد صح، ده نوع من التواصل. ما بين ما يعني في عندي ثلاث اجيال. ايوه. مش مربوطه بالسن. جيل محقق موجود وليه كتب ومنشوره وحقق نفسه، وجيل لا دوبك ماشي في الطريق ودور اصلا عايز يعرف ايه اللي بيتم. طيب الاتجاهات الادبيه كلها بيتم يعني الاستعانه بيها في نادي الادب في قصر ثقافه السلام؟ دي حريه راي. لازم يقول رايه، وراي ما عنديش قصور في الاراء، بيقول رايه ويقول فكره بكل حاجه، قول فكرك زي ما انت عايز، انا مش ضد فكرك. أي. انما ضد انك انت تفعل فكرك ده الى عمل مناهض. نعم. يعني فكرك، كلنا اصحاب فكر. أيوة. ان لم اكن صاحب فكره قعدت في بيتي، ما كنت اشتغلت في المجال ده. أيوة. فصاحب الفكر هو يعبر عن فكره بما شاء. لا، انا قصدي الاتجاهات الادبيه مش الاتجاهات الفكريه. الاتجاهات الادبيه يعني المدارس الفكريه، جميع المدارس. انا بتناول جميع المدارس. جميع المدارس، انا مش قاصر على مدرسه واحده ولا فكر واحد. أيوة. مقصد الكلام حريه رايك، قول فكرك، قول مدرستك اللي انت بتنتمي بيها، المدرسه الادبيه اللي انت بتنتمي بيها. قول براحتك، انا ما بقصرش عليك حاجه معينه، وفي نفس الوقت في مقابل زي ما بديك الفرصه كناشئ او كضيف ليا او كمبدع منتمي ليا انك انت تقول فكرك وتقول المدرسه اللي بتنتمي ليها، ما تفرضش عليا مدرستك ولا اسلوبك. يعني كمان لازم يكون في التزام بالاطر والقواعد العامه. طبيعي. ده مبدا. يعني لو خرجت عن الاطر ديت ما طبعا يبقى ما ملوش مكان الحقيقه، انك هتفسد المجتمع. صحيح. طيب انا عايز يعني اتعرف من حضرتك على نشاط نادي الادب لقصر ثقافه السلام، خصوصا في ايام وليالي شهر رمضان. يعني النهارده احنا 14 رمضان، وحضرتك طيب بداتوا النشاط، وصلتوا لايه، ايه المخطط في باقي الايام اللي احنا قلنا اهو نص الشهر عدى؟ هو مبدئيا جميع انشطه جميع قصور الثقافه من ضمنها قصر ثقافه السلام بيقوم على محاوله نوع من القاء محاضرات، تكثيف محاضرات توعويه للمجتمع المحيط، سواء ايا مكان المجتمع التابع لقصر الثقافه ده. فبنحاول نلقي محاضرات معينه، بنلقي محاضرات تثقيفيه، ليالي امسيه، في بقى في ليالي فنيه، في ليالي موسيقيه. جميع الانشطه العامله في القصر نفسه بتفعل وبتسخر في خلال شهر رمضان. الجمهور بيقبل اكتر على ايه؟ اي من هذه الانشطه يعني؟ خلينا واضحين، بيقبل على النواحي الفنيه. النواحي الفنيه والثقافيه، موسيقى، غنى. لذلك احنا بنحاول بنعمل نوع من التوأمه ما بين صاحب الكلمه اللي بيرتاد نادي الادب، وفي نفس الوقت النشاط الفني الموجود، فرقه موسيقيه او كده. فبحاول بعمل بقدر الامكان نوع من التوأمه ما بين كاتب الاغنيه والموسيقي، بحاول اطلع. يعني ممكن تكون الندوه ندوه ثنائيه مشتركه. طبيعي، لازم. انا بحاول اعمل ده بقدر الامكان. كويس. طيب الامسيات الشعريه نصيبها ايه من هذه الندوات اللي بتعقد في قصر ثقافه السلام؟ ده اساسي.
اساسي، واساس الفاعل الاساسي فيها النشء الجديد اللي طالع. يعني انا ما بهتمش بالموجود والمحقق واللي ليه كتاب. ايوه، لدرجه ان انا بقول قلت لهم يا اخوانا في حاجه، في شيء معمول للهيئه عاملاه اسمه النشر الاقليمي. فلابد ان كل واحد يتقدم، حتى اللي مالوش كتب خالص يتقدم. بتعرض على لجنه، مشكل لجنه عندي في القصر من بعض الادباء واعضاء مجلس الاداره. العمل ده بيعرض عليهم، كل منهم بياخد رقم معين وبياخد المتوسط الارقام ديت، بحيث لما بطلع عمل من ده ما يبقاش فيه نقطه الاقل، يبقى زي ما يكون لجنة التقييم. يعني لجنه التقييم. طيب احنا بنتكلم عن ادباء ومبدعين في السلام وقصر ثقافه السلام، يعني اهم المبدعين اللي ممكن نتنبأ لهم بمستقبل يعني كبير ومختلف، وبيرجع الفضل لاكتشافهم وتقديم الفرصة ليهم لقصر ثقافة السلام ونادي الأدب. هو إنجاز لي أن أقول أن نادي الأدب أسهم في إظهار أي حد، فإحنا نقدر نتكلم منها في شعراء محققين يمكن أنا وردت عليهم وجيت عليهم، زي علي نوح اسمه محقق، أستاذ عباسط الغرابلي اسمه محقق. أما الشعراء اللي كان لي إسهام معين أن أنا أبرز بعض من جوانبهم، هم ناس محققين. أيوة. لم أضف لهم، بس إلى حد ما سلطت عليهم بعض الضوء. الأستاذ العزف فتحي، عندنا الأستاذ أحمد أبو عاصم، دي ناس بحاول بقدر الإمكان. تمام. هم محققين يعني أنا لم أضف إليهم شيء، بس بقدر الإمكان نادي الأدب كان ليه دور في إظهار موهبتهم. طيب. عندنا أمل الجمل. ما كنت لسه أقول لحضرتك فين نصيب عندنا المرأة. أمل الجمل. أنا ما أقدرش أتكلم عن المرأة. عندنا أستاذ أمل الجمل نموذج حي ونموذج. نعم. فعال. بقدر الإمكان، وعندها الاستجابة، يعني هي ممكن يكون ليها الرغبة. أيوة. يعني أنت ممكن تضيف لحد لو هو عنده الرغبة أنه يستفيد. إنما اللي متعالي أو مش عايز. لا طبعا، ما إحنا الكلام كله إن هي منفعة مشتركة ومتبادلة. فهو عايز. طيب كويس. عايز هنا ان نركز على ما يقدمه قصر ثقافة السلام للمبدعين، يعني ايه الفرص، ايه الخدمات، ايه التسهيلات، الامكانيات اللي بيقدمها القصر ونادي الادب للمبدعين من ابناء منطقة السلام. هو احنا من يمكن دي مشكلة عامة، عشان اكون اكثر صراحة مش عايز اجمل الموضوع، دي مشكلة بنعانيها من ساعة، يعني من ساعة ما بدأت كان استاذ ابراهيم عبد المنعم معانا. أيوة. وحاليا استاذة هالة حسن. المعاناة اللي احنا بنعانيها ان احنا في كوكب تاني. بمعنى ان ما فيش اي نشاط تفعيلي للقصر دوت في خلال المجتمع المحيط بيه. يعني في خلال المحيط بيه لما بيجي مثلا ما بحسش بالمجتمع بتاعي، يعني انا جاي اخدم المجتمع ده، انا اصلا من حلوان. أي. لما اتنين من حلوان لمدينه السلام يبقى ليا رغبه ان انا افيد المكان اللي انا فيه. تمام. مفيش اي تنشيط. طب ايه السبب؟ ليه؟ ما السبب ديت ما يعني ممكن تبقى لك كم سنه في القصر؟ انا سنتين حاليا. طيب سنتين يعني كرئيس. ولكن عموما في قصر ثقافه السلام عموما يمكن حوالي 6-7 سنين. طب يبقى اكيد هذه الفتره كافيه ان انت تلمس. يعني المشكله اللي ما هي مشكلة بتعرضها عشان كده قلت. ايه المسبب بتاعها؟ يعني انا قلت لحضرتك دي مشكله عامه. الوعي نفسه، الوعي مش موجود. الوعي بدور الثقافه مش موجود، يعني لدرجه ان انا اول زياره ليا اروح بسال على نادي ادب السلام، انا قدام القصر وهو في ظهري بسال حد من المرتدين. أي. فين قصر ثقافه السلام؟ مش عارف. هو مش عارف. طب هل دي مشكله الجمهور؟ تمام. مش مشكله عاملين ولا مشكلة القائمين على القصر؟ لا مش أنا أبرئ القائمين على القصر بالذات. المجتمع نفسه لا يزال يعني يعاني من بعض. لو تم تقديم خدمة ثقافية بالشكل أو المضمون اللي الجمهور يتفاعل معاه. بالطريقة بقى اللي المبدع يشوفها، بس لازم أوصل لجمهوري، هل مش هيبقى فيه تفاعل؟ وإحنا عندنا نماذج لقصور ثقافة يعني في أماكن مختلفة، خصوصا الأماكن اللي ليها طابع زي السيدة زينب، زي الحسين، زي المناطق ده كنا بنعمله. يعني بنلاقي لا ده بيبقى الناس واقفين عايزين يدخلوا، مفيش أماكن ليهم وبيحجزوا.
وجمهورنا عايز ده. طب وعايز تبقى قريب ليه. ايه اللي بيحدث في ده؟ كسرنا الحته دي بايه؟ بالخروج عملنا توائمه ما بين الهيئه وما بين وزاره الشباب والرياضه ان احنا بنطلع من خلال من القصور والجدران الملفوفه حوالين مننا، بنطلع لنوادي مركز الشباب. أيوة. للنوادي بنعمل انشطه في الحاله ديت، بلاقي جمهور اكتر. وتبقى سعادتي ان انا بعمل التوائمه دي. تمام. الجمهور اللي هو ما بيجيليش اصل الثقافه، انا بروح له نادي الشباب والاقي انه بيستجيب معايا. تمام. ده في حد ذاته كويس، انما عشان اقول ان العاملين بالقصور او بهيئه القصور مقصرين، مفيش تقصير، بدليل ان احنا كنا بنعمل. يعني احنا مش في مجال. لا انا بدافعش عنه. لا انا بدافعش عنه، لكن احنا بما ان حضرتك عرضت وجهه نظر فاحنا بنحاول نبحثها. لان يعني الهدف المصلحه العامه يعني. لذلك احنا واحنا في خلال القصر عملنا ندوات في المجمع، في المجمع العلمي، كنا بنحتك بالناس. احنا بنحاول نسعى للناس، بس في نفس الوقت الناس الى حد ما يساعدونا ان هم عايزيننا. تمام. يعني مش هفرض على نفسي عليك. ايوه. يعني حسسني انك انت عرفت في المبنى ده، المبنى ده ايه. طب هل يعني بيكون الجمهور مثلا بيشعر بلغه مختلفه في الندوات اللي بيقدمها القصر، سواء يعني لهجه متعاليه شويه او مش متعاليه يعني؟ ايوه فاهم. فاهم. لكن اعلى من المستوى الثقافي الموجود، فبالتالي ناخد الجمهور واحده واحده كده. ما اقدرش اخد الحته دي، لان لو قلت دوت يبقى بتهم جمهوري بالجهل. جمهور مش جاهل، جمهور بيفهم اي حاجه. طب امال مش بس لازم انا اسعاله؟ ما بقول لحضرتك احنا بنسعاله من ناحيه ايه؟ بخرج للنوادي مراكز الشباب بلاقيه بيستجيب لي. أيوه. بيجي لي، انما كمبنى هو مش عايز المباني. هو عايز الاماكن المفتوحه. عايز الاماكن المفتوحه. طب ما هي ده بتبقى الخيم عموما مكان جذبه خصوصا في رمضان، وده بنلاقيه. ولو كان في برنامج موجود كمان، يعني زي ما حضرتك ذكرت غنى وابتهالات دينيه وامسيه شعريه ونادي القصه او اديب بيقول تجربته، متفاعلين جدا. طيب وبنلاقي افكار يعني بعض. خلاص احنا بنضع ايدينا كده على الحل. انا كل المطلوب ان انا اخرج بره الجدران المحيطه بينا. تمام. الجدران المصمطه دي عايز اخرج منها. وبعدين دي خدمه مجانيه الدوله بتقوم بيها وبتقدمها للناس، ومحتاجينها على فكره. هو نعمه محتاجينها بالظبط. يبقى اذا كمان يعني ما هي النهارده لما اروح اخد اسرتي واروح امسيه غنائيه و ابتهالات دينيه وامسيه شعريه في مكان محترم، ما انا لازم اروح للناس لسبب واحد. يعني ده هنا كده كمان إن أنا بقول مش مكلفه. الفكر هو ايه؟ الفكر لا يحارب الا بالفكر. صحيح. في فكر مناهض. فكر ما مع مش مع ان هو مطبلاتي. مع استقرار البلد. استقرار البلد ده هيتعرف ازاي؟ بالضد بتاعه. صحيح. ان انا احارب الضد بتاعه، اللي عايز يهدمني لا، في ناس كويسه وعايزه تقول كده. احنا ممكن تكون يعني قصيدة شعرية أو يعني حاجة زي ما نقول قصة ممكن يكون لها مفعول قوي طبعا. جدا يعني احنا سعدنا بلقاء حضرتك، نتمنى كل التوفيق لقصر ثقافة السلام ونادي الأدب الأستاذ عبد الله أبو سعدة الإسناوي. شكرا جزيلا لهذا اللقاء. شكرا. مشاهدينا فاصل ونرجع لحضراتكم بتاني لقاءاتنا، واللقاء هيكون عبارة زي ما ذكرنا في المقدمة مباراة ما بين الكلمة في حب الوطن والكلمة في التقرب لله والابتهالات الدينية. ضيوفنا هيكونوا الشاعر الأستاذ مصطفى عبد المنعم والمبتهل الشيخ فاروق زين العابدين بعد هذا الفاصل إن شاء الله. اهلا بكل مشاهدينا، رجعنا لحضراتكم في تاني لقاءاتنا على الهواء مباشره، وبنصبح عليك. هذا اللقاء محوره الرئيسي الحب، والحب له اشكال مختلفه ومتنوعه. ربما اعمق هذه الاشكال وارقاها هو حب الله سبحانه وتعالى، ومن بعد حب الله سبحانه وتعالى ياتي حب الوطن، ثم حب أي إنسان طبعا الأقرب، الأم والأب والأقارب، ثم الزوجة والحبيبة والأبناء وهكذا. لكن إذا قلنا إن الحب هو مفتاح للعلاقات الناجحة، ف
فاحنا النهارده هنتكلم عن الهرم او القمه في انواع الحب، حب الله سبحانه وتعالى ومن بعده حب الوطن، والتعبير عن هذين النوعين من الحب بالكلمه سواء اذا كانت ابتهالات دينيه او شعر. نرحب بضيوفنا اللي بيشرفونا في هذه الفقره، الشاعر الاستاذ مصطفى عبد المنعم، شاعر متميز وابن محافظة قنا ورجل يمتلك ناصية الكلمة، خاصة إذا كانت هذه الكلمة والشعر في حب الوطن. أما ضيفنا الآخر فهو المبتهل الشيخ فاروق زين العابدين اللي هيمتعنا النهاردة بمجموعة من الابتهالات في حب الله ونبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. برحب بحضراتكم، شكرا لتشريفكم، أعتقد فقرة خاصة جدا وهنستمتع بيها. عايز قبل أي حاجة كده ما نتكلم والكلام يطول نسمع ابتهال كده يقربنا ويحببنا في هذه الفقرة بصوت حضرتك فضيلة الشيخ فاروق زين العابدين. يا رب يا يا رب يا حنان ويا منان، أكرمنا ببركة القرآن. يا رب يا حنان ويا منان، أكرمنا أكرمنا يا رب ببركة القرآن في شهر رمضان. أكرمنا يا ربنا ببركة القرآن في شهر رمضان. يا رب يا اللي انت عاصي وناسي عفو الرحمن، يا اللي انت عاصي وناسي عفو الرحمن، يا اللي انت عاصي وناسي عفو الرحمن. فرصة وجت لك في رمضان، فرصة وجت لك في رمضان علشان تتوب من كل الذنوب، علشان تتوب من كل الذنوب. كفاية 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 بقى، البس بقى توب الهداية، صوم وصلي تملي واقرأ القرآن، صوم وصلي تملي واقرأ القرآن علشان تتوب من كل الذنوب. كفاية 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 بقى، البس بقى توب الهداية، صم وصلي تملي واقرأ القرآن. ده شهر رمضان شهر التوبة والغفران، صم وصلي تملي واقرأ القرآن. صف روحك من العصيان، صف روحك من العصيان، ده شهر رمضان شهر التوبة والغفران. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وصل وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الشاعر الأستاذ مصطفى عبد المنعم، بهذه أو هذا المدخل الروحاني سمعنا الشيخ فاروق، عايزين في البداية برضو آخر قصائدك في حب هذا الوطن اللي بنستظل بظله وبنعيش على أرضه وبنحميه وبنسعد بيه وبلدنا كل حياتنا مصر. بصراحة يعني الأول بهني حضرتك وأسرة البرنامج وتلفزيون الشعب كله ومصر كلها بشهر رمضان المبارك،
واللي بعتبره السنة دي ليه طعم جميل جدا. صحيح. طعم لابس توب الأمان. نعم. وتوب النصر وتوب التنمية والخضرة والمشاريع والمشاريع والإنجازات الضخمة. فطبعا حضرتك احنا طبعا هنبدأ بمصر طبعا ما اقدرش اقول غير طب المايك. في الأوقات الصعبة يا مصر. اتفضل. في الأوقات الصعبة يا مصر بحس بيكي، لو في آخر الدنيا أجري في ثانية عليكي أحميكي وأمسك في إيديكي وأشوف بعينيكي الأمل طارح ألاقيكي أقوى من مبارح وكأن المحن بتقويكي. ده الكلام الجارح عمره ما يقلل مقدارك، بيزود عزيمتك وإصرارك ويقدم خطويكي. الله على أمجاد جيشك وانتصاراتك، بطولات أولادك الشجعان رافعين راياتك في كل زمان ومكان، هم درع الأمان من غدر أعديكي. الله على أصالة شعبك وشبابك اللي بيحبك وقت المحن واقف جنبك يقويكي ويضحي بروحه علشان يفديكي. حبنا ليكي فرض، حبنا ليكي فرض، ما انت الجنة على الأرض، مين يفرط فيكي؟ ده العالم كله مهووس بيكي. في الأوقات الصعبة يا مصر بحس بيكي، لو في آخر الدنيا أجري في ثانية عليكي أحميكي وأمسك في إيديكي وأشوف بعينيكي الأمل طارح ألاقيكي أقوى من مبارح وكأن المحن بتقويكي وكأن المحن بتقويكي. ما شاء الله، حاجة جميلة يا أستاذ مصطفى. أعتقد يعني الكلمة بالكلمة، وخصوصا مع ايامه وليالي شهر رمضان فرحة وروحانياته طبعاً. بتخلي المبدع اكثر ابداعا طبعاً واكثر طبعاً قدره على العطاء، مش كده؟ طبعا. طيب الشيخ فاروق زين العابدين المبتهل، ويعني القران الكريم وفضله، يعني حضرتك في الابتهال الاول يعني اسعدتنا بيه، قلت لنا كلمه فضل القران، ازاي ناخد من هذا الفضل ويعني زي ما نقول ننهل من القرآن الكريم، خصوصا في الايام اللي احنا بنعيشها، ومش بس في الايام دي الايام الجميلة دي، لكن في كل نواحي حياتنا، في الصحة وفي المرض، في السراء وفي الضراء، في السعة وفي الضيق، في الامتحانات وقت الامتحانات اللي اولادنا دلوقتي بيمتحنوا، بركة القرآن في حياتنا يعني قلنا على. بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلم عادي يا فندم، اتكلم عادي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مما يسعدنا أننا في هذا المكان الموقر مع سيادتكم في مصر الغالية، مصر بلد المحبة، مصر بلد القرآن. نعم. مصر بلد العلماء. فالقرآن الكريم هو كلام الله العظيم الذي يجلي الصدور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت التي يتلى فيه القرآن يتسع بأهله ويكثر خيره وتزداد بركاته. نعم. والقرآن الكريم هو فيه الخير وفيه البركة لمن تمسك به. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. عندما أكون مريضا أو تعبان بستشفى بالقرآن، بجيب العسل النحو وأقرأ آيات الشفاء، واقرأ على صدري ألم نشرح صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وربك فرغت. ونحن نعيش في مصر في سلم وفي أمن وأمان ببركة هذا القرآن الكريم، بحبنا، لأن المولى عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين للوطن، مخلصين لأهالينا، مخلصين لبلادنا الحبيبة. فالقرآن ينور القلب وينير ويجعل الإنسان مستقبلا باهرا، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. فنسأل المولى عز وجل
أن يجعل القرآن حفظا لمصر، آمين يا رب، حفظا لبلادنا وطننا الغالية، وحفظا لجميع بلاد المسلمين، آمين يا رب. وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الشاعر دكتور مصطفى عبد المنعم، كمان كلام حضرتك لم يقتصر على حب الوطن، لكن وإحنا في رمضان نفحات الرمضانية والأدعية الليل، الليل فرد جناحه غطى على حيطان البيوت، والكل داوى جراحه ونام في حضن السكوت، وقلبي سهران في رمضان هايم في ذكرك، بيسبح بحمدك ساجد وبيناجيك، بيناديك وبيستغيث بيك، ياللي ملكش في الملك شريك، أمة محمد تستجير من غدر أعداء الضمير، متربصين بينا وحلمهم تهتز قوتنا، تغرق سفينتنا وتوه مراسينا وتروح معاها كرامتنا، يا رب وحدك اللي عالم بينا قادر تقوينا تنجينا، نور قلوبنا وصفينا من الحقد والغل اللي ناره بتكوينا، ارحمنا واجمع، ارحمنا واجمع ارض، ارحمنا واحمي بلدنا وارضنا ورجع لنا الامان، ارحمنا ورجع ارضنا ورجع لينا الامان. يعني الكلام الحقيقه لما بيخرج من القلب بيوصل للقلب، نعم. ومش عايزين نتكلم اكتر ما نسمع، يعني الشيخ المبتدأ الفاروق زين العابدين هتسمعنا ايه؟ اتفضل. الله ربي ولا اريد سواه، الله ربي، الله ربي ولا أريد سواه، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى تجلى، تجلى في علاه. الله الله. سيدنا النبي، سيدنا النبي لما اتولد رب العرش سماه، سيدنا النبي لما اتولد رب العرش سماه، رب العرش سماه، رب العرش سماه، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، في 12 ربيع ولدته آمنة، في 12 ربيع ولدته آمنة، كان أشرف رضيع سيدنا النبي، كان أشرف رضيع، يا 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 محلى محمد ابن عبد الله، جده عبد المطلب هو اللي رعاه، جده عبد المطلب هو اللي رعاه، رب العرش لما اصطفاه، رب العرش لما اصطفاه، علاه علاه، نور الكون، نور الكون بضياء، محمد ابن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الله، اللهم صل على سيدنا محمد. شعر أستاذ مصطفى عبد المنعم، آخر إبداعاتك خصوصا يعني لما بتتأثر كفنان وشاعر
بما يحدث على أرض مصر. يعني تابعنا في الفترة الأخيرة افتتاح محور رود الفرج وكوبري تحيا مصر، ونقابله بأيام قليلة كان افتتاحات أرض سينا العظيمة والأنفاق اللي بتربط مصر كلها ببعض ومصر بسينا. يعني هذه الإنجازات اللي كانت أحلام الحقيقة بعيدة، وكانت يعني المصريين بيحلموا أن هي تتنفذ، لكن في هذه الفترة الزمنية البسيطة اتنفذت وبقت واقع. ده بيحرك فنك وشعرك إزاي؟ طبعا هو أهم ما فيهم الأمان. أهم ما كانش فيه أمان ما كانش هيبقى فيه مشاريع، صحيح، ولا هيبقى فيه إنجازات، ولا هيبقى فيه أي تحرك ولا سياحة ولا أي حاجة. الأول اللي احنا الأول الحمد لله أن الجيش رجع لنا حتة الأمان دي، مهم جدا، صحيح، ورجعت لنا مصر، رجعت لنا سينا بمصر، صحيح. من هنا بقى التألقات بقى، صحيح أنا ما نكرش، يعني أنا أقول لحضرتك عندنا في مشاكل وفي غلا وعايز متابعة لكن نحمد ربنا إن احنا ما زلنا اسمنا مصريين مش لاجئين، وعايشين في بيوت مش في خيم. نشكر ربنا على الأمان. لا ويعني الأحوال الاقتصادية بتتحسن تباعا، سنة وشفنا هو تراجع سعر الدولار وتوافر السلع بكرة جميل جدا يعني والدولة صحيح بتحاول كل شوية كفاية النعشة النعشة وبرضه صحيح. يعني القائد بسم الله ما شاء الله برضه بص شوية للمعاشة، بص الموظفين، بص في حمد لله طبعا. وفي طب ده عبرت عليه او عنه ازاي؟ بالكلمه، بالموهبه اللي ربنا اختصك بيها. والله هو طبعا عبرت عنه بقصايد كتير، لكن دايما القصيده اللي انا بعتز بيها ان اللي عايز يحس بمصر يتغرب ويبعد عنها. ايوه ده اللي بقولها كده، يبعد يحس بيها، مش احنا عشان خاطر مثلا انا على الهوا ما حسيتش بمصر الا لما اتغربت وبعدت وقعدت اقول وبوست الارض لما رجعت، مع اني كنت في دوله زي ايطاليا بقى قعدت كتير. يعني تعتبر برضو ايه مهما كان عدى علينا رمضان، ما بقول يختلف ليه، لان مهما كان رمضان يختلف عن اي دوله، صح طبعا، في حضن الاهل، في حضن اللم الشمل. ده على فكره كمان استاذ مصطفى، حتى بالنسبه لاخواننا العرب او اي حد من جنسيات اخرى بيجي يقعد في مصر في رمضان، يعني بيبقى له طابع تاني خالص، وشعب كريم وبضياف يا بيه، والتفاصيل زي منطقة سيدنا الحسين ومساجد آل البيت، المصحراتي، طبيعة الشارع المصري واحتفالات الشعب المصري بهذا الشهر. طب نسمع منك حاجة كده اسمه مصطفى. طب انا هقول بس الحتة اللي بعتز قصيدة، هقول حتة صغيرة. طب اتفضل. فاكر وانا صغير لما علموني ازاي انطق اوام وابقى نبغى في العلام، فهموني معنى السلام، علموني ازاي ارفض الهزيمه، يبقى لي في الوطن قيمه وابقى شمعه حق بتنور ليل الظلام. لما كبرت وتعلمت كل حروف الكلام، أول كلمة نطقها لساني مصر يا نبع حناني، حسيت يومها أن الكلمة طلع من قلبي ووجداني، وفضلت نبيكي أحقق أمانيكي وأحلامي، عشت أنا فيكي أسعد أيامي، طول عمرك يا أمي بتحملي همي وانت غرامك يجري في دمي. لما كنت أتغرب وابعد عنك كنت بحس بشوق جوايا، شوق بيصحي حنيني اللي أخدته معايا، بيفكرني بشمسك قمرك نيلك وغطانك ونخيلك، والسواق اللي صوتها نغم بيغنيلك، والناي لما يئن يحكيلك ويدندن مواويلك، ويفكرني لما كنت أتغرب وارجع أقرب أجيلك. عارفة يا أمي لما اسمع صوت اجراس الكنايس في احضان الاذان احس الامان، وافتكر ايام زمان، وافتكرك يا امي يا حضن الاديان. صدقيني اشتقتلك اشتقتلك، قلبي حنلك، بكره جايلك، مشتاق لحبك، مشتاق لحضنك، مشتاق لليالي زمان. الله الله، ربنا يفتح عليك استاذ مصطفى.
المبتهل الشيخ فاروق زين العابدين، أكيد الناس في شهر رمضان بيكون استقبالهم للابتهالات الدينية وطلبهم لسماع يعني قصائد المدح الإلهي والمدح النبوي أكتر بكتير من الأيام الأخرى للطبيعة الروحانية لهذا الشهر. بتلمس ده إزاي في أيام وليالي شهر رمضان من خلال لقاءاتك المباشرة مع الجماهير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بيأتي إلينا شهر رمضان في مصر الغالية وفي وطننا الغالي بالحب والسعادة، يملأ علينا الخير كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أتاكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر، من تقرب فيه بخصلة من الخير كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وشهر الصبر، والصبر صوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن، والزيادة هنا بمعنى البركة، أن الله يبارك للفقير ويبارك للغني. من فطر فيه صائما في شهر رمضان كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. فقالت الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، في منا الفقير، في منا من عنده قلة بها ماء، ومنا ما عنده قصيرات من الطعام. فالحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة العظيمة الإسلامية، وخاصة في مصر الغالية، كلنا بنفرح بهذا الشهر وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ما فطر صائما على تمرة، نعم، أو على مسقة لبن، شوية لبن، أو على ماء، جرعة ماء، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه الأجر والثواب على من فطر صائما، يأخذ أجر من فطر لحوما أو من فطر حلوة، نعم، من فطر أي شيء، لأن الله كريم وفضله علينا واسع، فضل شهر رمضان عظيم علينا، فكل الناس بتفرح بهذا الكرم العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سقى مسلما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعضها أبدا، ومن خفف عن مملوكه أي عن عامله الذي يعمل عنده خفف الله عنه. أسأل المولى عز وجل أن يجعل مصر أمنا وأمانا وسلما وسلاما، ويوفق سيادة الرئيس يا رب بالحب والسعادة والخير، ويجعل مصر غالية في يده دائما، ويجعلها أمنا وأمانا على يده، ويوفقه ويوفق رجال الأمن والجيش. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. يعني أفضل ختام يعني نختم به هذه الفقرة مع حضراتكم، سعدنا جدا بهذا التواجد وهذه الابتهالات الدينية الجميلة وهذا الشعر من أبناء الصعيد محافظة قنا، شعر طبعا شعر مصطفى عبد المنعم والمبتهل الشيخ فاروق زين العابدين. شكرا جزيلا، كل سنة وحضراتكم بألف خير. شكرا جزيلا، وحضرتك بخير. بشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا من خلال هذا اللقاء وحلقتنا النهاردة، وبنصبح عليك بكرة إن شاء الله أسرة جديدة في انتظاركم. تحياتي حازم أبو السعود، شكرا.